السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. واحد تاني محل جديد ديال اكابيجو او مع بلاكيور فرنسا. بلاكيور المغلف بالذهب عيار 18، ما كيبيضش ما كيكحلش ما كيزرقش ما كيديرش الحساسية، كيبقى بحاله بحال الذهب. عنده كوش غليظة ديال الذهب من الفوق وفيه الطابع ديال الذهب، وعنده اللون ديال الذهب. وعندنا موديلات اللي في الذهب المغربي كاينين في هاد البلاكيور ديال فرنسا او الذهب فرنسا. علاش كنقولوا لي ذهب فرنسا؟ بزاف ديال الناس يدخلوا عندي الواتساب كيقول لي واش ذهب، واش كيتباع ويتشرى؟ لا، هو ماشي ذهب، ما كيتباع ما كيتشرى، غير هو معروف بذهب فرنسا. الناس اللي عندهم عائلات هما كاين في فرنسا راه ديجا كيعرفوه، ديجا جابوا جايبينه الاهل ديالهم ليهم، وهما اللي عاطينو هاد السميه ديال ذهب فرنسا، وعارفين بلي راه ما كيتباع ما كيتشرى. ذهب فرنسا مغلف بالذهب 18 الكارة. هنا كما كتلاحظوا معايا في هذه الصوره، هذا الختم هذا فيه الطابع ديال الذهب. البنات شفتوا، هو الطابع ديال الذهب في هذا البلاكيو هذا ديال فرنسا كيكون من الداخل، في الذهب ديال المغرب كيكون من على برا. هذا هو الفرق ما بيناتهم. كما قلت لكم عنده اللون ديال الذهب، الخفه ديال الذهب، ما كيديرش الحساسيه، ما كيزرقش اللحم، ما كيبيض ما كيكحل، وحتى الا بيض ولا كحل ولا وقعت ليه شي حاجه كاع كترجعوه للشركه، لانه فيه غارانتي ديال 10 سنين. البنات فيه غارانتي ديال 10 سنين، يعني كترجعي ليا انا كنرجعو للشركه، انا كنتكلف وكنرجعو للشركه. البنات ف مرحبا بكم، الف مرحبا. الا كنتم من عشاق الاكسسوارات، من عشاق لي بيجو، مرحبا بكم الف مرحبا. موديلات اللي في الذهب المغربي كاينين في هذا البلاكيو هذا ديال فرنسا. غادي نعطيكم لمحه على الاثمنه ديال لي بيجو اللي كيسولوا عليها الناس بزاف، واللي كتخرج عندنا في الشركه بزاف. اغلبيه كيخرجوا لي موديل اللي كاينين في الذهب المغربي، بحال الكرافاج، الكرافاج ايد، كرافاج عنق، المشبك، الحصيره، السرتله، هادو شوفالي كاع هاد لي موديل هادو كيخرجوا بزاف عندنا هاك هي في الشركه. فغنحاول نحط لكم هنايا صور من الكتالوج. هذا الكرافاج هذا داير في العنق 1790 درهم، وفي الايد طاي 21 كتمشي الايد الغليظه. في الغليظ ديال الكرافاج داير 1100 درهم، وفي الايد الرقيقه الطاي 19 داير 960 درهم، وفي الرقيق ديال الايد ديال الكرافاج في الطاي 19 كيمشي الايد الرقيقه داير 770 درهم. بالنسبه للحصيره، الحصيره هي هنا دازت قدامكم، هي والسرتله. الحصيره الثمن ديالها 1600 درهم في الايد الرقيقه طاي 19، و 1800 درهم في الايد الغليظه طاي 21. كذلك المشبك من لي زارتيك اللي كيخرجوا بزاف 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 عندنا في الشركه. داير في البوندونتيف ديال المشبك دايره 360 درهم، البراسلي داير 660 درهم، هذا السلسله كنخرجوا يا اما ديال 330 درهم، يا اما ديال ديك اللي غليظه عندنا في الكتالوجات دايره 570 درهم. البنات بالنسبه للخاتم المربع حتى هو كيسولوا عليه الناس بزاف، داير 490 درهم. بالنسبه للحويلقات ديال لي بول اللي على شكل بيلات دايرين 160 درهم. الاغلبيه ديال الحلقات كيكونوا 160 درهم، 260 درهم، 320 درهم، على حساب الحلقات قد ما كانوا كبار، قد ما كان فيهم بحكي ناقش او مشبكين او هذا قد ما كيكونوا غاليين. هذه هي السلسله اللي قلت لكم دايره 570 درهم، وهي اغلى سلسله عندنا في الكتالوج. وهذه هي الحصيره الكورميت الاولانيه، هذه هي الكورميت ديال الحصيره اللي دايره 1600 درهم في الايد الرقيقه، و 1800 درهم في الايد الغليظه. كذلك السلسله ديال بول حياه، السلسله ديال بول حياه دايره معط تقريبا دايره 530 درهم. البراسلي ديال الفرويد داير 699 درهم. هاد البراسلي المشبك حتى هو تقريبا داير 690 درهم. الخاتم ديال الشميشه داير 410 درهم. ولا لا السرتله، لا لاتي السرتلات، هذه من محبوبات الجماهير، كلشي كياخذها تبارك الله. شي حاجه اللي زوينه وكطيح هكا هي بثمن اللي هو مناسب، يعني الا بغيتي تشري سبعه في السرتله في الدب راه كيطيحوا بما هي وما لونها. هنايا في اكابيجو كيطيحوا تقريبا 2200 درهم، سبعه في الطاي 66، 2240 درهم.
طاي 66 كيطيحوا 7 سامبل وهذا وخمسه اولا السبعه في الطاي 62 اللي كتمشي لإيد رقيقه كيطيحوا ب 2000 درهم تقريبا اولا على حساب الناس اللي كيبغيو فسرت لها واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا خمسه ولا ما كيبغيوش يكملوا سبعه فكتباع للدمليج الواحد هي في الطاي 62 في السامبل دايره 290 درهم للدمليج في الطاي 66 في السامبل دايره 320 درهم للدمليج المنقوش داير 360 درهم في الطاي 62 اللي كتمشي لإيد الرقيقه في الدمليج الواحد و 390 درهم في الطاي 66 اللي كتمشي لإيد الغليظه للدمليج الواحد وانتم ديك الساعه على حساب شنو بغيتوا واش بغيتوا ثلاثه ولا بغيتوا جوج ولا بغيتوا واحد جوج من سامبل وواحد واحد منقوش اولا ثلاثه منقوشين واربعه سامبل على حساب نتوما والاختيار ديالكم ديك الساعه كنضربوا الثمن في العدد اللي نتوما بغيتوا وكنعطيكم التوتال هكايا في الواتساب هنا كنشوفوا قدام عينينا الحصيره والكرافاج راني عطيتكم الثمن ديالهم الاثمنه كنعطيها لكم تحت الطلب ديالكم بالنسبه للناس اللي كيسولوا حنا فين كاينين حنا في مدينه الدار البيضاء البرنوصي القدس بالضبط حدا الخيريه ديال بيتي فاللي بغات تجي عندنا فاحنا ما كنتوفروش على محل حاليا بالنسبه للبلاكيو عندنا ستوك ديالنا في الدار انا وصاحبتي شركاء يعني كناخذوا ستوك ديال 3 المليون حتى 4 المليون وكنخليوه هكايا باش اللي جا كيلقى لي زارتيكل لانهم اغلبيه كيكونوا غير بتيغدو ستوك يعني كيدخلوا جوج المرات حتى ثلاثه في الشهر كتدخل لي كيكون لاغيفاج يعني الا ما خديتيش في الوقيته اللي كيكون فيها لاغيفاج ما كتلقايش لي زارتيكل كتلقايهم غير بتيغدو ستوك داكشي علاش كنضطروا كناخذوا ستوك انا وصاحبتي مشاركين فيه يعني مخليين عنده وحده فينا اللي جا اللي بغى يجي عندنا للدار يشوف ستوك ويشوف السلعه ويقيس وياخذ العبارات ويشوف السلعه مباشره مرحبا بها الف مرحبا بالنسبه للناس اللي خارج كازا كتواصلوا معايا على الموديل اللي بغيتوه كان هذا كان نقدم معكم عن طريق الواتساب الموديلات اللي بغيتو وكارسل لكم كيبقى الثمن ديال التوصيل 50 درهم حتى الناس اللي في كازا ما باغينش ديبلاصاو عندنا للدار اولا ما عندهمش الوقت ولا هذا كنديروا لا ليفريزون مع ليفرور 25 درهم الثمن ديال التوصيل كتجيك الكوموند ديالك حتى لباب الدار داكشي اللي كوموديتي هو اللي كيوصلك وكتخلصيها في باب الدار بالنسبه للناس اللي خارج كازا كنعطيكم نيميرو دو كونط ديالي كتخلصوا لا كوموند ديالكم قبل وكتصيفطوا وكنصيفطوا لكم حنا في النهار التالي وكيبقى كما قلت لكم الثمن ديال التوصيل 50 درهم بالنسبه للناس اللي خارج المغرب حنا كنرسلو مع البريد العادي 250 درهم لجميع الدول الاوروبيه وخارج اوروبا وهذا ديك الساعه تنشوفوا الثمن على حساب الدوله المهم ما كيتعداش 250 درهم 300 درهم وكتمشي الكوموند كتوصلك تقريبا من 15 يوم 20 يوم حتى لشهر كدير في الطريق حتى لشهر بالنسبه للبريد السريع كدير 5 ايام وكتكون عندك لا كوموند ضربه بالدار يعني ما كتعطلش البريد السريع الثمن ديالو تقريبا من 500 درهم حتى 600 درهم على حساب الدوله اللي انتيا اللي حنا غنرسلوا ليها على حساب الدوله اللي حنا غنرسلوا ليها فمرحبا بكم الف مرحبا سواء كنتوا في كازا خارج كازا او لا خارج المغرب فالارسال لجميع المدن المغربيه وحتى لخارج المغرب نتمنى ان هذا الفيديو نكون وضحت لكم فيه بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا معنا مرحبا بكم كذلك الف مرحبا اللي باغيين يخدموا معنا في الشركه ديال اكابيجو مرحبا بكم الف مرحبا الشركه ديال اكابيجو من يا زمان وهي في المغرب ما تعرفات حتى دار تسويق شبكي يعني حنا اللي عرفنا بالشركه ديال اكابيجو كانوا الناس اللي كيتقداو منها وكانوا ديك اليوم عندهم مي تعرفات وانتشرت ولات عندها خمسه ديال لي جونس في المغرب مورا دار تسويق شبكي فمرحبا بالناس اللي باغا تخدم معنا كذلك في الشركه كتوفر لكم خلصه اللي هي شهريه وارباح اللي هي مباشره هكايا في البيع ديال البلاكيور ما عليكم الا تواصلوا معايا عبر رقم الواتساب اللي حطيت لكم هنا غادي نحل لكم اوديوات ديال الشرح على الشركه ولا اقتنعتوا كتعطيني النيميرو ديال لاكارت ناسيونال السميه والكنيه العنوان ورقم الهاتف كنسجلك معنا وانت عضوه معنا في الشركه ديالنا مرحبا بالجميع مرحبا بالناس اللي باغا تقدا مرحبا بكم كاملين وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير على التفاعل ديالكم على اللايكات ديالكم على الثقه ديالكم شكرا لكم بزاف والى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.